السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. On reconceptualizing the role of education in the Arab world. Just for your information, there is a simultaneous Arabic translation available. And if you would like this, please click on the interpretation button at the bottom of your screen. I'm Mark Thompson, Senior Research Fellow and Head of the Socioeconomics Program at King Faisal Center. And I will be your moderator for this session. Now, undoubtedly, education in the Arab world has come a long way in recent years. For example, the World Bank has noted that youth in the MENA region have achieved... لسبيل المثال, البنك الدولي قال أن الأجيال الجديدة لديها تعليم أكثر من أي من آبائهم في أي مكان آخر في العالم, وفي بقية أنحاء العالم أيضا هنالك الكثير من التحديات عبر جائحة كوفيد-19, وهذا في الحقيقة سمح ببعض التغيرات التعليمية أن تظهر, على سبيل المثال زيادة الرقمنة وتعزيز التعليم والتقنية والمنصات التقنية والتركيز على المهارات في مهارات أماكن العمل والنظر إلى الروابط بين التعليم والعمل. إلا أن بعض التحديات ما زالت قائمة, فالبنك الدولي في عام 2019 قام بدراسة عن التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وقال أن المخرجات غير عادلة وغير متساوية, وأشار إلى وجود فجوات في تحصيل الطلاب بين الذين ذوي الأداء العالي والأداء المنخفض, وكذلك بالنسبة للبرنامج لتقييم بالنسبة للنقاشات الأخرى في قدرته بعض الطلاب على القراءة والرياضيات والعلوم مقارنة ببعض الدول الأخرى منها الأردن والسعودية وقطر والمغرب وغيرها, ومن بين الكثير من الدول المشاركة. وجين شايكر, وهو المسؤول الذي قام بإدارة هذا البرنامج لتقييم الطلاب الدوليين, يتكهن بأن الطلاب ربما لا يشعرون وقد لا يشعرون بالمدارس التي ينتمون إليها, أو أن الطلاب داعمين لهم أو متحمسين لدراسة لتعليمهم. وبقول ذلك فإن هنالك جهودا دائمة ومستمرة لتحسين ظروف التعليم, ويقول بعض الخبراء أن تحسين مخرجات التعلم في العالم العربي تبدأ بالتركيز على التعليم. غيرهم يركزون على أهمية بعض الأشياء مثل برامج التقييم الطلاب الدوليين وكذلك الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم تيمز لإيجاد ما هي الفجوات الموجودة في الأنظمة القائمة. لكن أهم شيء أنه في غالبية الأحوال فإن التعليم ينظر إليه على أنه محرك أساسي لتحصيل في الاقتصادات المنخفضة وكذلك لتحصيل المعرفة وللتنويع الاقتصادي وللتنمية الاجتماعية الاقتصادية. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك رغم التحديات الموجودة في التحصيل وفي ما إلى ذلك؟ لمناقشة هذه القضايا الهامة الآن لدينا ثلاثة متحدثين رائعين, زميلتي الدكتور هناء المعيب in the comparative politics of education, and Nafis Dakak, an investor in the education sector in both the MENA and world and around the world. So a warm welcome to you all, and thank you for agreeing to share your valuable insights with us today. Now, just quickly, before we start the discussion, we will be taking audience questions, and you can post these or comments at any time during the webinar using the Q&A function at the bottom of the Zoom page. And I'll attempt to sort of to get to as many of these as I possibly can. So firstly, to start us off, if I could come to you, Hannah. I know that you're currently working on a book closely related to the topic of today's webinar entitled Principles. وأولياء الأمور وكذلك فهم السياسات وعمليات المدرسية هنا في السعودية. أتساءل, هل يمكنك أن تخبرينا لماذا قررت العمل على هذا المشروع وما إلى ذلك؟ ما هو الأساس المنطقي والمسوغات لذلك؟
شكرا جزيلا. أعتقد أن الدافع لهذا المشروع نبع من أسئلة جوهرية انبنت على خبرتي، حيث أن نظريات وعلم اجتماع وعلم الاجتماع الخاص بالتعليم، وهذه تعتبر أيضا معارضة لطريقة تعاملنا مع البحث في مجال التعليم في العالم العربي وفي المملكة، وهو ما أبحث فيه على وجه التحديد. لذلك إما أنها تركز بشكل عام على السياسة أو أيضا الممارسات الصفية، لكن هنالك أشياء أخرى كذلك أعتقد أنها مهمة لنبحثها في مجال التعليم والبحوث التعليمية. تجربتي التعليمية، غير أني كنت طالبة في النظام في السعودية، بدأت عندما بدأت التدريس في 2006، ثم تطورت من خلال عملي مع الحكومة ومختلف الجهات الحكومية، من خلال مشاريعي في القطاع الخاص، حتى مشاركتي الأخيرة في البحث والعمل مع المزيد من المؤسسات التعليمية في السعودية. وكممارسة فإنني دائما ما أحاول أن أقوم بالتفكير في كيفية إيجاد وإنتاج طلاب يمكنهم الوفاء بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة، ومن خلال ذلك نظهر العرفان والتقدير لهذه التحديات ومدى تعقيده وأنظمة التعليم الموجودة لدينا وكيفية مناقشتها. إذن مشروع هذا الكتاب يسعى إلى تسليط الضوء على بعض الجوانب التي عادة ما يتم التغاضي عنها، وعادة لا ربما وقد تسهم في تحسين تحصيل الطلاب، وهؤلاء الطلاب الذين لا يبلون بلاء جيدا في المدارس، ولكن أيضا ننظر إلى بعض الطلاب في الأمور التي تعوق هذه الأحداث. لذلك نريد أن نتعمق أكثر في معرفة ما هي المعلومات التي يتم تعليمها للطلاب، من يعلمها، وطريقة العلاقات الاجتماعية بين الطلاب وبين الطلاب وعائلاتهم وبين المديرين والإداريين والإدارة، الإداريين والمعلمين، وكل هذه العلاقات المختلفة وكيف لها أن تؤثر على طريقة تعاملنا مع هذه المعرفة. قبل أن أرجع إليك، هذا جزء من الأساس المنطقي إلي، ولكن أود أن أذكر بعض الجوانب الأساسية التي آمل أنها ستكون مؤثرة في هذا الكتاب، وكذلك أن توفر أرضا خصبة لنقاشنا اليوم. لذلك أعتقد أن سؤالي الأول، وأعتقد أنه من المهم أن نفكر فيه، عادة لا نفكر في الغاية من التعليم، وما هو نظام التعليم الذي يجب تحقيقه؟ هل هو النمو الاقتصادي؟ هل هي المهارات للمستقبل؟ هل هو اقتصاد المعرفة أو ما إلى ذلك؟ أم أنه أكثر من ذلك؟ ما الذي يحدث للغة؟ ما الذي يحدث للفنون والمعرفة عندما نركز على إنتاج هذه الأطراف الفاعلة الاقتصادية ومن سيساعد في النمو الاقتصادي؟ أو عندما لا نفكر في الأسس الصلبة للتعليم الذي يحصلون عليه إذا نظرنا إليه من منظور آخر؟ هنالك سؤال آخر، هل نفهم ما يحتاجه الصغار أم لا؟ هل نفهم ما يختاره الشباب أم لا وما يحتاجونه؟ هل الخيارات متاحة للشباب وللصغار أم لا؟ هل نقوم بإنتاج وإنشاء وإيجاد نظام يمكن فيه توافر الكثير من الخيارات أمامهم أم لا؟ ونعود أيضا من نقطة الخيارات، هل يمكنهم العودة عن خيار ما إذا غيروا آرائهم؟ وسؤال آخر، من الذي يعلمهم؟ التعليم ليس مسيرة مهنية راقية في المنطقة وليست هي الأولوية، لذلك فإن المعلمين عادة لا يتم إشراكهم في العملية، وبذلك أيضا بعضهم ربون ومعلمون رائعون، لكن في غالبية الأوقات نجد أن القليل من المعلمين هم كذلك، والأغلبية لا يشاركون. لذلك التعليم يعتمد في كثير من الأحيان على الحفظ، ولا يوجد هناك مساحة للمشاركة الناقدة والحيوية، ولا يتم تشجيع التفكير الناقد بالطريقة التي نفكر فيها لننتقل إلى اقتصاد المعرفة. هنالك سؤال آخر، كيف نقيس الأداء؟ مع زيادة الاعتماد على بيزا وغيره من الاختبارات التي ذكرتها يا مارك وغيرها، هذا سيستمر وهذا سيزيد من إمكانية الوصول غير العادلة للتعليم، ولأنه عادة ما يكون هنالك هوس بتعزيز الأداء للتغلب على أوجه القصور، ولكنها يسهم إلى تضييق تعريف نجاحات التعليمية في رأيي، ونريد أن نستكشف ذلك بشكل أكبر. وأخيرا فيما يتعلق بالتعليم الصافي والأمور التربوية، هذه بالنسبة لي أعتقد أنها
ربما مفاهيم راسخة، المؤسسات الاجتماعية هيكليتها راسخة. وما أعنيه هو أنه إذا كان لدينا أسس جيدة وإذا كان لدينا تعرض لمختلف أنواع المعلومات، عادة ما نقوم ما نبلي بلاء أفضل ونقدم ونبلي وننتبه انتباها أفضل في الصفوف الدراسية. أما إذا لم يكن الأداء على النحو المطلوب، يمكن أن يتخلف البعض عن الراكب. لذلك فلمواصلة إحراز التقدم في التعليم ولإعادة إنتاج هذا التعليم التقدمي داخل الصفوف الدراسية، لأن الشخص في بداية مسيرته المهنية الأمر لا يتعلق فقط بمخرجات التعليم الفردي وتحصيله الفردي، لكنه كذلك نتيجة للهياكل المختلفة التي ذكرتها، وكيف يتم مكافأة الناس وكيف يتاح للناس وتعطى لهم الدرجات وما هي نوعية الفرص المتاحة لهم بناء على الموارد المتاحة لهم. وأخيرا والنقطة الأخيرة، بما أن العالم العربي الآن يمر بالكثير من التجارب التعليمية الافتراضية عبر الإنترنت، ما هو الشعور حيالها وما هو دور التقنية في المستقبل؟ هذه إذن بعض الأسئلة والمواضيع التي أود أن أتطرق إليها ونسلط الضوء عليها من خلال مشروع كتابي. أعتقد أن الصوت مكتوم. شكرا لك يا هنا، رائع أن هذه تعتبر كما هو واضح نقاط جيدة، وأعتقد أننا سنعود إلى بعضها إذا أسعفنا الوقت بعد قليل. وأود أن أذكر هنا للدكتور إبراهيم الحوثي الآن، لأن هذا الأمر يتعلق بالسؤال الذي أثرته هنا فيما يتعلق بمن الذي يقوم بالتعليم والتدريس. دكتور كذلك أود إبراهيم، أعرف أنك عملت بشكل مكثف على هذا الموضوع سابقا، وأنا أتساءل إذا كان بإمكانك أن تسلط الضوء وتشاركنا بعض النتائج والاستنتاجات وخبراتك وأفكارك عن هذه القضية الهامة. نعم، شكرا جزيلا على دعوتكم. أعتقد أن أحد المشكلات الرئيسة التي نواجهها الآن في المنطقة وما زلنا نركز عليه أو نواجهها حتى الآن حتى بعد إطلاق الإصلاحات، إلا أننا لا نوفر معلمين ذوي جودة عالية في الصفوف الدراسية. إذا لم نحصل على أفضل الأفضل من المواطنين والشباب ليصبحوا معلمين، إذا لم نركز على زيادة جودة المعلمين وزيادة جودة التعليم بالقرين، وكذلك إذا لم نستطع جعل مسيرة المهنية للمعلمين أكثر جذبا للشباب وأكثر احتراما وأن تصل إلى مكانتها المرموقة، عندها لن نعلم بالشكل المناسب، لن يكون لدينا منظومة تعليمية. إن النظام التعليمي قائم على المعلمين، وإذا لم يكن لدينا أفضل المعلمين على الإطلاق داخل الصفوف الدراسية، أشك أنه يمكن أن يكون لدينا أي شيء نقوله عن نظام تعليمي أو تحسين للنظام التعليمي. لذلك درجة الدكتوراه لدي تركز على سياسات تحسين جودة المعلمين والإصلاحات، سياسات الإصلاح للمعلمين في دولة الخليج، الكويت وقطر والبحرين، لنركز ولنفهم أكثر لماذا نركز على تحسين وإصلاح الأنظمة التعليمية، وكيف يجب أن نركز على إصلاح المعلمين وحالة المعلمين كشيء أساسي. ربما بعض الدول باستثناء الكويت لم تقم بأي شيء من خلال تحسين وزيادة حالة المعلمين، حسنوا السياسات وأنشأوا سياسات جديدة، إلا أن الجودة ما زالت كما هي، وهذا يعني أن هنالك مشكلة في تبني السياسات وإطلاق الإصلاحات وإنشاء سياسة أو إطلاق سياسة، ولكن دون الاستعداد والرغبة في تحقيقها وتحمل المسؤولية لزيادة تنفيذها. في هذه الحالة لن تتغير الأشياء، فإن غالبية المعلمين ما زالوا في جودة ضعيفة، ليس لأنهم معلمين سيئين، ليس لأن المعلمين غالبيتهم سيئين، لا، لأنهم لم يستعدوا بشكل جيد، لم يتم إعدادهم بشكل جيد، لم يتم اختيارهم بشكل جيد، حافزهم ورغبتهم لم تكن في الأساس أن يكونوا معلمين، لكن أجبروا أن يصبحوا معلمين لأسباب مختلفة. أشير في رسالتي أنه بعضهم ما زالوا في المنطقة ما زالوا ينظرون إلى هذا النوع من الوظائف على أنه وظيفة نساء أو وظيفة سيدات، لذلك قد يكون لدى الرجال وظائف أخرى أو بدائل أخرى، يذهبون إلى قوات الدفاع، إلى القوات العسكرية أو إلى غيرها من الوظائف والمسيرات المهنية الأخرى. لكن العديد من الأسر تدفع ببناتها وبنساء لديها لتكون
في مجال التدريس سواء كانت ترغب في ذلك أم لا، وهذه مشكلة. ولم أستطع أن أفهم كيف يمكن للمعلم أن يقدم أفضل ما لديه إذا لم يكن هو أو هي من الداخل لديه أو لديها الحافز للعمل كمعلم أو معلمة. هذا لا يتعلق ببعض الناس، ولكن هذه الثقافة أو هذه الحالة والفهم الاجتماعي لهذه الوظيفة وهذه المهنة بشكل عام. وأيضا المعلمون لم يتم إشراكهم بشكل أو بآخر في عملية إصلاح الأمور أو في صناعة القرار. وأنا أدعي أن المعلمين لديهم جودة ضعيفة وأنهم لا يقومون بعملهم كما ينبغي، ولكن وأنا كدولة أقوم بذلك، ولكن أنا أضع لهم سياسات وأطلب منهم أن يطبقوها، ولكنني من البداية كدولة لم أسألهم ما الذي تحتاجونه، لم أسألهم ما الذي تريدونه، ما الذي ينقصهم، كيف يمكننا مساعدتكم على تحسين عملكم ومهنتكم في دولات الكويت والقطر والبحرين والخليج. نسأل الجميع عن الأنظمة التعليمية، لكن لم نسأل ولا مرة واحدة المعلمين ما الذي تريدونه من النظام التعليمي. ونحن نعتقد أننا نضعهم ليكونوا معلمين وأنهم يعرفون الأمر جيدا، ولكننا لم نعدهم بشكل جيد. نحن بهذا الشكل لا نحترم المعلمين في هذا الموقف، وفي ذات الوقت نتوقع منهم أن المعلمين سيأخذون هذه الإصلاحات والسياسات ويتبنوها ويؤمنون بها ويقتنعون بها ويساعدون على تحقيقها. أعتقد أن أهم شيء لزيادة أنظمة المعلمين ولتحسين نظام المعلمين وللوصول إلى أهدافنا هو تشجيع المعلمين، وأن نركز على إشراك المعلمين في صناعة السياسات والقرارات ونجعلهم جزء من هذا الإصلاح وجزء من عملية صناعة القرار. شكرا جزيلا إبراهيم. نعم، أثرت بعض النقاط الهامة جدا هنا، وبالتأكيد النقطة المتعلقة بالمعلمين أنفسهم أنهم ليسوا بالضرورة يسألون عن هذه الأشياء، وهذه نقطة حيوية جدا. وأعتقد من تجربة الخاصة لأكثر من 30 سنة عن ناحية التعليم والمعلمين سواء في الجامعات أو أماكن مختلفة، أحد الأشياء التي عادة ما أراها هو أنه أحيانا هؤلاء الناس الذين يطبقون السياسات أو يتخذون القرارات لم يشاركوا بأنفسهم أو لم يكونوا بأنفسهم داخل صف دراسي ولم يمارسوا عمل المدرسين والمعلمين. لذلك هذا شيء يعتبر مهما جدا، وأعتقد أننا إذا لم نحصل أو نستمع إلى أصوات المعلمين في الصفوف الدراسية سنواجه هذه المشكلات. أنا متأكد أننا سنعود لهذه النقطة بعد قليل. أخيرا وليس آخرا، متحدثنا التالي نافذ دقائق، وأود أن أسألك فيما يتعلق ببعض الأشياء التي ذكرتها هنا سابقا فيما يتعلق بأثر أو الأثر الكبير للجائحة على تقديم الخدمات التعليمية في المنطقة وبالطبع حول العالم، ومع دخولنا لهذه العهد عهد ما بعد الجائحة، ما هي التداعيات أو الدروس التي يمكننا تعلمها من عمليات الجائحة، مما حدث في الجائحة وما هي العمليات التقنية؟ ما هي هذه الجوانب التي لها قد تثير الاهتمام لديك؟ شكرا لك مارك، وشكرا للجميع على في المركز على دعوتهم، وآمل أنه يمكنكم سماعي بشكل جيد، فقد بدأت استخدام جهاز آخر الآن ليكون الأمر أسهل. بعض الأشياء التي تتعلق أيضا بهذه النقطة الأخيرة التي ذكرها إبراهيم، وأنه لا يوجد أي نظام تعليمي بشكل نوعي بدون وجود المعلمين، وهذا أمر تحدثنا عنه كثيرا ولكننا عادة ما ننساه، ولكن أعتقد أنه من المثير للاهتمام جدا أن نستثمر في تقنيات التعليم. ولكن أعتقد أن التقنية هي إحدى الطرق التي تساعدنا على مواصلة تسليط الضوء على التعليم داخل الصفوف أثناء الجائحة، ولكنها كذلك عملية التربية وأهداف التعليمية قبل أي شيء. لذلك أعتقد الشيء الأساسي هو أن هذه التقنية هي أداة مهمة تساعدنا على تحديد أهدافنا إذا حددنا المشكلات بشكل جيد وشخصناها بحلول المناسبة. وبقبل ذلك أعتقد أن الجائحة كانت سلاحاً ذا حدين فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن جانب علينا أن ندرك أن هذه استجابة للطوارئ لم يخطر أحد
أن يمر بهذه التجربة. والوزارات حول العالم العربي عملت بصعوبة جديدة للاستجابة وبجد كبير للاستجابة لها، ولكن لم يحصل أحد على الدرجة النهائية في ذلك، لأنها كانت تعتبر ربما على أمل أنها حادثة تحدث في مرة كل عمر كامل. وذات ليلة وبين عشية وضحاها قنع على صاحب القرارات ومتخذيها أن يقوموا بتبني استخدام التقنية في الصفوف الدراسية، ولكنهم أدركوا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها مواصلة التعليم. وبطبيعة الحال بسبب أن أنظمتنا والمعلمين لم يكونوا جاهزين جدا لذلك، هذه كانت استجابة للطوارئ، ولذلك الناس قالوا علينا أن نتذكر ذلك بالطبع، وهي أن تجاربنا في التعلم التقني والتعلم الإلكتروني والافتراضي عبر الإنترنت أثناء الجائحة لا يمكن النظر إليها على أنها الطريقة الوحيدة للمضي قدما، ولكن ما حدث أننا كنا نتقابل وجها لوجها، وبعد ذلك بدأنا العمل على الإنترنت، وهناك فئات عمرية مختلفة كانت تعمل على الإنترنت، وكان الأمر غير منطقي ليتعلموا إلكترونيا لأنه لم يكن لديهم الوظيفة التنفيذية والضبط للقيام بذلك. والنقطة الأهم هنا أقول أن هناك شيء وأنا كنت أضغط باتجاهه للسنوات الأخيرة، هو أن يكون لدينا مستثمرين حول المنطقة يؤمنون بأن التعليم وتقنية التعليم ورواد الأعمال في التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم صانعي تغيير مهمين جدا في هذه المنظومة، ويمكن أن يقوموا بإدارة أعمال مربحة جدا. هناك الكثير من الشركات التي يمكن أن أفكر فيها الآن، والتي قامت بجمع الكثير من المال من استثماراتها في المرة الأولى في الجائحة أثناء الجائحة، مثل شركة أعناب السعودية أو جمجوم وأبواب تيم وحمد طفاع وفريقه في الأردن، والذين قاموا بعملية التعلم عن بعد. ولذلك أقول أن الجائحة كان لها تأثير إيجابي، وبين أن السؤال لم يكن هل يمكن للناس أن يتعلموا افتراضيا، ولكن هل سنستثمر في التعلم الإلكتروني، وما هي أفضل الظروف التي نحتاجها لندفع الناس للتعلم عبر الإنترنت. وأعتقد بهذا من هذا المنطلق كان من القيم جدا والمساعدة جدا التعامل مع ذلك الأمر، وأعتقد أن هذا الأمر من التقنيات كان له وقته الذي أخذه في هذه الجائحة. شكرا جزيلا على ذلك. أنا أتساءل هل كل من إبراهيم ونافذ كلاهما تحدث عن قضية الجودة المعلمين وأشاروا إليها، وربما لدي سؤال يطرأ على ذهني الآن، وهو كيف في الحقيقة يمكن أن نجعل التعليم أكثر جذباً؟ ما الذي يمكننا فعله لتحسين جودة التعليم من خلال خبرتك كمعلمة؟ سؤال رائع، وأعتقد أن إبراهيم قد أصاب الرأي عندما تحدث عن ذلك الأمر ومشاركة المعلمين. أعتقد أن المعلمين عادة ما يتم تسليمهم مجموعة من المواد، ومن ثم عليهم أن يقوموا بأخذها وتحويلها إلى دروس تفاعلية، أو على الأقل يجعل المعلمين يقومون ببعض الأشياء مثل المراجعة كحد أدنى، ومن ثم يقومون بقفز الاختبارات والحصول على وظيفة. هذه طريقة مملة جدا في التفكير فيما علينا فعله كل يوم، لكن أعتقد أن لدينا مشكلات أخرى مختلفة علينا أن نتعامل معها، لأن هذا النوع من الحالة المتدنية أو التي حافظت عليها مثلا مهنة المعلم في الفترة الأخيرة على الأقل في عقد واحد أو ربما عقدين في المنطقة، هناك الكثير من الاحتمال. لكن إذا ذهبنا إلى هناك ولا نعرف ما الذي علينا فعله في المواد، ربما في بعض الدول ليس علينا أن نحصل على مؤهلات المعلم للتعليم، ربما عليه فقط أن يكون متخصصا في موضوع المادة، وليس عليك أن تحب الأطفال إذا لم يحبوك. هذا أمر ربما ينقص هذا الموقف الاحترام لكل الأطراف، وهذا النوع من العلاقات التي تتم تأسيسها هي علاقات سلبية، وهذه بعض الأمور الديناميكية التي تحدث. وما الذي علينا فعله في إذا كان لدي كتاب ولا أعرف ما هي المخرجات؟ ما الذي سأفعله ببعض مصادر وموارد التعلم إذا لم أعلم بالضبط كيف تلائم؟ هذه جزء من الفرصة العامة إذا كان هنالك ربما بعض الكتب والبحوث. إذا هذا ما علينا أن نقوم به، أن نفكر في كيفية توفير التوقعات الواضحة جدا والتي يتم إنشاؤها بمشاركة المعلمين، وكذلك نحصل على معلومات من هؤلاء الذين يريدون تطبيقها، وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الأشياء في المنصات الافتراضية
عبر الإنترنت أو بالعديد من الطرق المختلفة، لكن تجربتي أننا إذا عرفت أنها ما هي المخرجات عندها سنبلي بلاء أفضل، والمعلمون والطلاب سيعلمون أنك تبلي بلاء أفضل، وعندها يمكنك إنشاء علاقة تتعلمون فيها جميعا معا. وبعض أحد الأشياء التي تعلمتها عندما كنت أعلم هو كانت فرصة جيدة لا يحصل عليها الكثير من الناس، ولكن لأن المدرسة التي كنت أعلم فيها وهي ظهران ألهية وهي مدرسة أيضا ذهبت إليها، أتعلم كيف أقوم بالتصميم للخلف من ناحية تخطيط المناهج، وجميعا لدينا هؤلاء المعلمين، بعضهم يقومون بها ويعتنقها وبعضهم يفر منها لأنها تستغرق الكثير من الجهد والوقت. وكما أشار إبراهيم، هذا شيء ثقافي دفع الشخص إليه، في هذه الحالة لن يهتم بالتصميم العكسي أو المعايير والأهداف وبذل الجهد في وضع إجراء عمل لتعليم هذه المهارات للطلاب، والتي تركز على المخرجات أولا ثم العملية ثانيا. ولأن هناك الكثير من العمل لنقوم به، ربما يجب أن يكون لدينا الشغف، وبالتالي ولكن أيضا نحتاج إلى التدريب والموارد، ونتعلم طرق مختلفة للقيام بذلك الأمر. لذلك أعتقد أننا بحاجة لإيجاد هذا النظام الذي يذهب فيه المعلمون إلى مهنة عليها طلب كبير، وليست مهنة من هي الطلب الثالث أو الرابع أو الأخير أو شخص يتنازل ويذهب إليها، لا، أن تكون مهنة ذات تطلب كبير ومسؤولية كبيرة، وأن تستثمر في الطريقة التي تعلم فيها المعلمين كيفية تقديم المعلومات، وأيضا الاستثمار في المعلومات نفسها. إذن الأمر يتعلق بالكيفية وطبيعة المتطلبة لهذه المهنة والتي يجب أن نتطرق إليها. إذا أردت، إذا سمحت لي مارك. نعم إبراهيم وأنا، فتفضلوا وقت ما شئتم. الشيء الذي أوصي به بشدة وهو والذي يجب ألا نقوم به من أجل زيادة حالة ووضعية المعلمين هو زيادة الراتب. أعتقد هذا الذي سيبلي بلاء جيدا. لدينا مثال في الكويت وفي قطر، رفعوا الرواتب وقدموا كادر خاص للمعلمين، هذا لا يعمل، لا يبلي بلاء جيدا. هذا لا، ما زالت المهنة لا تعتبر مهنة ذات مكانة عالية في الكويت وفي قطر. قطر ما زالت تعتمد من أعلى الرواتب من ناحية الدفع المعلمين، لكنهم يواجهون نفس المشكلة فيما يتعلق بقبول أو أن تعتبر مهنة المعلم مهنة ذات منصب عال أو مكانة عالية في قطر. لكن إذا نظرنا إلى مثال آخر وهو على سبيل المثال بالنسبة للبحرين، البحرين جاءوا وتبنوا النموذج سنغافوري وقالوا أن النموذج السنغافوري جيد ورائع وممتاز، ويمكننا أن نقوم بإيجاد مراكز تعليمية قائمة على النموذج السنغافوري. وقالوا أن مجرد تبني أو ظنوا أن مجرد تبني هذه العملية وهذا النموذج وإنشاؤه في البحرين فإن الأشياء ستكون سلسة والمعلمين سيكونون في جودة عالية ووضع مكانتهم ستزيد، لكن الأمر لم يسر بهذه الطريقة. الأمر ليس سهلا، لأن طريقة الحدود الثقافية، وجود حدود ثقافية وقضايا ليست موجودة في التعليم نفسه إلا أنها في القطاع العام وفي المعلومات المدنية. ما زلنا نعتبر مهنة التعليم على أنها ليست أنها خدمة، ولكنها مهنة خدمة مدنية علي، وتقييم المعلمين مشابه لأي تقييم لأي خدمة مدنية أخرى، مشابه وقد نظرت إليها في الكويت على سبيل المثال، ومشابه تماما. سوف أقيم المعلم بنفس الطريقة التي أقيم فيها سكرتير وظيفته أن يطبع بعض المواد، نفس المعايير ونفس الهياكل، لأنهم يعتبرون ليسوا كمهنيين شائن. ولكن إذا نظرنا إلى كيفية معاملتنا للأطباء والمهندسين وإجراء قبولهم ليكونوا في كلية الطب، الأمر منافس جدا وصعب جدا. ما لم نقم بعمل بجعل مدارسنا السوداء، مدارسنا هذه الطبية وغيرها بنفس القدرة من التنافسية وغيرها من المدارس، بهذه الطريقة سنقوم برفع مكانة المعلمين. أعتقد أن ذلك يتطلب ليس فقط التعليم ولا في التعليم، ولكن أيضا عبر المنطقة بالكامل. أول شيء، وربما هنالك مناطق أخرى، لكن سأتحدث من خلال خبرتي هنا، هنالك نقص في فهم أن التطور منتج مهم جدا، ولكنهم يعتقدون أن
المنتجة السنغافورية أو غيرهم يقومون بذلك سأأخذه وأخذ استشارات من جهة معينة لتطبيقه، وإذا دفعت لهم أكثر سيقومون به بشكل أسرع وهذا رائع. لا أعتقد أن هنالك نفس على سبيل المثال فيما يتعلق بمشاركة المعلمين، وأعتقد أنه هناك شيء آخر وهو أيضا من خلال أنا كنت في جامعة الأميرة نورة وهي جامعة رائعة، ومن الرائع أن هناك جامعة كبيرة للنساء ومن ذلك، لكنني ما زلت أتذكر أول مرة لي في الرياض قالوا أن لدينا أكبر جامعة للنساء، ولكنني قلت لهم لنذهب إلى دبي ربما أعلى برج وما إلى ذلك، لكن هنالك هنا هوس بالبنية التحتية المادية لأن بها الكثير من هذه اللحظات الجيدة لقص الشريط والحصات الفخمة وحضور صاحب السمو وصاحب المعالي، هذا طبعا يعبر عن شيء رائع وتأخذ صور، لكن المعلمين حالتهم قبل ومن بعد، ما هي حالتهم؟ يجب أن ننظر إليها بعد ذلك، وهذا هو الأمر الثاني. هنالك الكثير إذا من الاستثمارات في البنية التحتية، وأتفق معك تماما، أتفق معك في قول ذلك، وأعتقد أن آخر شيء بالنسبة لي إشارة إلى النقطة التي ذكرها إبراهيم، أنا أود أن أقوم بما قام به سابقا لأنني أريد أن أقوم به كله، ولكن أيضا فيما يتعلق بالأردن وهنالك الكثير من الطلب حيث يريدون أن يحصلوا على راتب أعلى، ولكن أعتقد أن لا بأس بذلك، ولكن نرفع معاييرها، ولكن إذا لأنهم إذا قاموا بالتعامل مع هذه المخاطر أعتقد أن هذه قضية مختلفة فيما يتعلق بالتعليم وغيره، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى طلب المزيد من معلمين لندفع لهم أكثر، وهذا يشمل كما قال إبراهيم نجعل مهنة التعليم أكثر تنافسية ونوفر لهم تدريبا أفضل، وهنالك طرق أيضا مثلا على سبيل المثال اللغة العربية، نقول فاقد الشيء لا نعطيه، إذا لم تكن تفتق شيء لا يمكنك أن تعطيها، وإذا لم نعطي المعلمين المعرفة فلن تكون العملية الناجحة، وأود أن أقول أن هذه قضية إقليمية لدينا، ولكن ما زدت ما أريد أن أشير إليه هنا هو أن مهنة المعلم في العديد من الدول ولكن هنا أيضا في منطقتنا تحتاج إلى أن يتم إصلاحها بطريقة تجعلها أكثر تنافسية وأكثر احتراما، وأن يقول الصغار أنا أريد أن أكبر لأصبح معلما، هذا نادر جدا، ولست مؤكدا إذا ما كان، وأعتقد أن هناك أشياء في لدينا تكون قائمة على الابتكار، ولكن أيضا بدون تسمية هنالك بعض البعض هم قال أن رؤسائي في العمل يريدون عليهم أن يقرروا هل أنا هنا لأدرب المعلمين أم لأرضي سوق العمل، لأنني إذا كانت مهمتي تدريب المعلمين سأرفع جودتهم لدرجات عالية، ولكن ذلك يجب أن نكون على دراية فيما تريده الجهات المسؤولة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم في دولنا، نحن نعرف أننا سوف نعمل على مسيرة مهنية المعلمين ونريد أن نقوم بخلق 1% من التأثير الإيجابي وبعد ذلك تنتهي المسيرة المهنية، لكن نقطة واحدة لكي لا نسيء فهم نقطتي، أنا لا أسأل أو نقطتي لم تكن هي أن المعلمين ليس لديهم أو يجلسون أو لا يحصلون على راتب عال أو لا يستحقون، لا بالطبع هم يستحقون ذلك، ولكن المشكلة هي التعامل مع مواد برنتين وغيرها، وهذه هي المواد التي بدأت استخدامها الآن، وهي أننا نتعامل مع هذا الأمر، إذا كانت لدينا مشكلة نقوم بحلها بالمال، لا المال لا يحل المشكلة، الأمر ليس بهذه البساطة، الأمر ليس بهذه البساطة أن نقوم فقط ببناء ربما أحد أكبر كليات التعليمية مثل الكويت الآن مثلا تتحدث عن أن لديها أحد أكبر كليات التعليم وكلية أخرى جديدة، ما هي جودة هؤلاء المعلمين؟ ولذا نظرنا بعمق في هذا الأمر سنرى أن هنالك الكثير من الاهتمام المستثمر في هذا الموقف عندما يتعلق الأمر بإصلاح المعلمين ومدار أو الجهات المعلمة للمعلمين، لأن هنالك الكثير من الناس يقومون بالتركيز على ذلك، وبعض الناس أحيانا ربما لا يتقبل التغيير بنفس السهولة، لذلك فإن هذه الجامعات والكليات كلما كانت أكثر قوة عادة لا نذهب إليها لا نقوم بإصلاحها لأنها ليست مقبولة ربما أو ربما لا يقبلونها ولا يعرفون مثلا أو لا يقومون بما نطلب منهم أن يقوموا به، لأن هذه مهمتهم إذا رفضوها يمكننا أن نقوم بتسريحهم العمل، ولكن نريد أن نعيد النظر في
كليات التعليم هذه خطوة كبيرة نادرا ما نقوم بها بطريقة جيدة. شكرا لك إبراهيم. هنا أعتقد أن هناك فصل في كتابك الجديد. نعم، ولكن ليس الكتاب بأكمله. نعم، هو يستحق أن يكون به عدة فصول، فهناك طرق كثيرة للنظر في الأمر. ومرة أخرى الصفوف الدراسية هي صورة مصغرة من المجتمع، إذن علينا أن نفكر في التفاعل بين المعلمين والطلاب وبين المعلمين والإداريين. ودائما ما أفكر في فكرة أن المعلمين في منطقتنا على أنهم قضية HR أو إشكالية HR، نحتاج إلى طريقة أفضل، ولكن الأمر يتعلق بالتدريب وبالتطوير المهني وبالتعيين، وكل ذلك نحن لا نطبقه بشكل جيد بنفس الطريقة. أعتقد أن هذه النقطة من التقنيات التي يمكننا النظر إليها لنرى أيضا من الجانب الآخر، أيضا نرى ما هي نوعية هذه العلاقات. وكذلك وانتهى الأمر كذلك أن تكون معلما، ولكن هنالك تغذية راجعة ودورة بين التوليدية بين الأجيال، وأيضا من جانب العلاقات بين هؤلاء الأطراف. ما الذي يحدث على وجه الحقيقة بين المعلمين والمديرين والإداريين والسياسات؟ كيف يتم استقبالها وكيف يتم التعامل معها؟ وهذا أيضا يعتبر الهدف والغاية النهائية التي تتعلق بتدريس الطلاب وبمستوياتهم. أعتقد أن هذه الأمور المقصودة. لننتقل من هذه النقطة إلى نقطة أخرى أردت أن أذكرها، وقد أثرت بالفعل هذا السؤال عندما تحدثت في البداية، هو أيضا في الحقيقة سألت هل نفهم ما يريده وما يحتاجه المعلمون. أعتقد أن هذا مشابه لما قاله إبراهيم عن المعلمين. نحن لا نسنى المعلمين ما يريدونه، وكذلك لا نشركهم بشكل كبير في هذه العملية، لأن ضمن التعليمي وأيضا بعض هذه الجوانب المركزية والسياسات الموضوعة بوجود الخبراء على الطاولة. لكنني أعتقد ما هي هذه الجوانب التي لم تبلي بلاء جيدا، وأيضا القيام بالعمل مع الشباب ونسألهم عن تطلعاتهم، وحتى نسألهم عن مقارنة توقعات المجتمع منهم مقارنة بما يتوقعونه هم من أنفسهم، و وأيضا ما هي الخطط التتابع الموجودة لديهم والتعاقب وما إلى ذلك. أعتقد أنه في غالبية أنحاء العالم فإن أكثر الناس تأثيرا، وكذلك طريقة تطويرنا لإلهاماتنا وهذه القصة، لكننا بحاجة للقيام بشيء ما في المدارس لنساعد على جعل ذلك القرار قرارا أكثر استنارة. لذلك سنحتاج إلى المزيد من التوجيه والتخصص أن يكون موجها واحترافيا. الخطوة الأولى دائما، وأيضا قد ربما لا أكون على دراية بما لديهم من تطلعات، لذلك الطريقة المناسبة الأولى هي أن نوفر هذه الأمور داخل المدارس ونعرف أكثر عما يريده الطلاب والمعلمين، لأن الآن لا نسألهم، وأيضا نريدهم هم أن يعرفوا ما يريدونه وما يحتاجونه، وأن نقوم برسم تخطيط بتوجيه كامل بين الأمور القائمة على السياق التي يعيشون فيه، ما هي الفرص المتاحة لهم، وكيف نجد هذه المعلومات، ومن الذين يمكننا أن نتعامل معهم، ما هي الموارد، وهذه الأشياء التي يتم جمعها في مكان واحد للطلاب ليصلوا إليها، وكذلك للمهنيين الذين يعرفون كيف يتعاملون معها. ودائما ما نوصل التوجيه المهني، ولكن بدونه لا نعرف التطلعات، والطلاب لا يعرفون أيضا، أي والمعلمون لا يعرفون هذه التطلعات، وينتهي الأمر بنا أن نتبع الضغوط التي يحفزها المجتمع، وليس بس أن على هذه المشكلات أو بناء على ما هي الأمور الموجودة لديك، وأن تكون واقعيا قادرا على القيام بذلك. نعم حقا، وأعتقد أنه لم يكن هناك أيضا الكثير من البحث قد جرى، وأعرف أنه كان لدينا هذا الحوار فيما بيننا قبل الجلسة، ولكن فيما يتعلق بالتوتر بين الطلاب وبين تطلعات الأطفال والمعلمين وما إلى ذلك، ودائما ما أسأل هذا السؤال على الشباب الذين يتحدثون إلي، وهذا بشكل يومي. إبراهيم، هل يمكنك أن تعلق هنا؟
No? it's not an area of expertise of mine, but I mean, it's, I think, something, you know, you experience on a personal level. I mean, when I went to university, ولكن عندما ذهبت إلى الجامعة أخبرت أن أمامي أربعة خيارات، إما أن أكون طبيبا أو مهندسا، ولكن في أسوأ الحالة أو محامي، وبعد ذلك أسوأ محاسب، أسوأ مثلا سيناريو أن أكون محاسبا من ذلك. لكن أعتقد أن العالم أوسع وأكبر من ذلك، فإذا فكرنا في الأرقام فإن هناك شيء مثل 60 مثلا أو في المئة من الطلاب الذين يدفعون للروضة الآن سيكون في وظائف بعد 10 إلى 15 سنة الذين يذهبون للمدارس، وهي وظائف ليست موجودة الآن. لذلك من غير المنطقي أن نقدم لهم أفكار واضحة عما يريدون أن يكونوا عليه وكيف يريدون أن يكونوا عليه في المستقبل. وأعتقد أن الأمر لا يتعلق بالقيام بما نريد أن نقوم به، ليس هذا الصعب، ولكن الصعب هو الإيجاد ما نريد أن نقوم به. ولذلك ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، لكن الكثير من الطلاب هم في هذا المأزق. ولذلك نقول أن التوجيه المهني هو بتعريض الطلاب لهذه الخيارات مهم جدا أن يتم مبكرا بقدر الإمكان، وهذا شيء بالغ الأهمية. وأيضا من ناحية التقنية، التقنية يمكن أن تطلع بدور هام في ذلك الأمر في المنطقة أو في الخارج، وبعضهم بدأ القيام بذلك. إذن نقول بوضوح أن البحوث تبين أن الطلاب يقومون بتطوير حس بما هو ملائم لهم من سن مبكر جدا، ربما 4 أو 5 الطلاب يبدأون التفكير ولديهم تفكير جنساني أكثر، فالطفلة تفكر أكثر ناحية ما يخصها، والطفل الولدي يركز أكثر من ناحيته. لذلك هذه أشياء يجب أن نهتم بها من البداية لنوسع مداركهم ومنظوراتهم عما هو متاح وما هي ما هو ملائم لهم وما إلى ذلك ولماذا. وأيضا أعتقد أن هذا أيضا يتعلق أو سيأخذنا إلى فكرة السؤال الذي أثرته في البداية يا هنا، فيما يتعلق بالهدف من التعليم، ما هو الغرض من التعليم. أعتقد أن هذه أحد أهم الأشياء التي لم نجيبها بعد. ليس لدينا إجابة واضحة الآن ما هي الغاية من نظامنا التعليمي، وهذه في رأيي تضيف كذلك إلى المشكلات الأخرى مثل مكانة المعلمين وغيرها. وهذه القضية الأساسية، ليس لدينا وضوحا في غايتنا الأساسية من النظام التعليمي، لا نعرف بالضرورة ما نتطلع إليه وما نبحث عنه. على سبيل المثال، إذا ذهبنا في طريق وليس لدينا وجهة واضحة، فأي طريق سنراه سوف نأخذه، لأنه سوف يكون مؤديا للغرض لأنه ليس لدينا هدف. في نظامنا التعليمي، عندما نعمل على إصلاح النظام التعليمي لم يكن لدينا عندها فكرة واضحة عن غايتنا الأساسية. هل نحاول أن يكون لدينا نظام تعليمي ليخدم سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المستقبلية، أم أننا نحاول أن نوفر ونعلم مواطنينا ليصبحوا أكثر حداثة، أكثر تحضرا، وأكثر قدرة على تقديم الخدمات المدنية، أو مثلا أن يكونوا بما يقال في اللغة العربية المواطن الصالح، أن يكون هنالك مواطنا منتجا ومشاركا يمكن أن يكون مساعدا لمجتمعه. هل نعلم الطلاب أو الأطفال ليحبوا التعلم ويحبوا التعليم؟ هذه هي المشكلة. نحن لا نشجع الأطفال بل ندفعهم ليذهبوا إلى المدارس لأنه يجب أن يكونوا في المدارس، ولكن السؤال لماذا يجب أن أكون في المدرسة؟ نحن لم نقدم له هذه الإجابة بعد، ولم نفتح هذا الحوار أصلا لإجابة هذا السؤال بعد، وهي نقطة سياسية فلسفية جدا. وعندما أتينا لإصلاح النظام التعليمي، لا، نحن نسعى إلى الكثير من الدعم من كافة أنحاء العالم لننظر إلى ما يوجد لدى فنلندا، ما هو الغاية من ذلك، ما هو الغاية الموجودة لدى فنلندا، نأخذها ونضعها في منظومتنا التعليمية، وبعد ذلك نسعى إلى الخصخصة. لكن فنلندا ليس لديها خصخصة، إذن هي نذهب إلى الولايات المتحدة، لديهم قطاع أو نظام به خصخصة أو تخصيص، هيا نأخذهم للولايات المتحدة ونضعه هنا في الكويت أو في الخليج، وبعدها يكون لدينا نظام تعليمي لا يتلائم بعضه البعض، لدينا القليل من كل شيء، لأننا لم نجب على السؤال ما هو الغرض في المنظومة التعليمية والنظام التعليمي. وإذا كنا ندعي أننا نعلم مواطنينا للاقتصاد المستقبلي، فأعتقد أن هذا غريب، لأننا لا يمكننا أن نتوقع كيف سيبدو عليه الاقتصاد بعد 10 أو 5 سنوات. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم
ومنظمة النظام التعليمي ليخدم سوق العمل ويخدم الاحتياجات الاقتصادية للقطاع الذي تريده. وربما سأنظر بعد هذه المشكلة هنا هي أننا بحاجة إلى تجهيز أبنائنا لمستقبلهم، لوظائفهم، لمسيرتهم المهنية، لاحتياجاتهم، لدوافعهم. نريد أن نجهزهم بالمهارات التي يمكن أن تكون ذات فائدة أكبر في حياتهم، وهي المهارات غير المهمة إذا أردت أن تكون طبيبا أو مهندسا، لأنها تتعلق بالتفكير الناقد مثلا، وهي أحد المهارات العامة التي نحتاجها. ونحتاج كذلك إلى تعليم أبنائنا وإعطائهم المساحة لممارسة التفكير الناقد. لا يوجد هنالك معنى أن نعلم الأطفال ليكونوا وكذلك الإبداع، لكننا لا نقدم لهم المساحة لممارسة هذه المهارات. لذلك أعتقد أن هذا سؤال مهم جدا، أننا نحن بحاجة إلى إجابته. ما هي الغاية من نظامنا التعليمي؟ أنا منشيخ جدا معرفة ما علي ناصر أن يقوم به، لأننا إذا نظرنا إلى الفئات التي نتطلع إليها والفئات التي بدأت تستهدف بعض هذه المشكلات، أعتقد أنه بالتأكيد لديهم نوعا ما من التفكير المفاهيمي لما يحاولون تحقيقه من منظور الأعمال، لما يكون ذلك واضحا. من منظور التعليم الأمر هنا واضح لك. نعم، أنا أعتقد أننا تحدثنا كثيرا عن ذلك خاصة في منطقتنا من العالم. من الأسهل دائما أن تبدأ شركة تقنية وأن تتواصل مع العملاء، لكن عادة اتخاذ القرار يكون في شكل هرم، ويجب أن يعرفوا ما الذي يريدون فعله، وهذا النوع الذي سبب مشكلة لاحقا. ولكن إذا وفرت مهارات التركيز ومهارات المختلفة التي يتم تقديمها يصبح الأمر أسهل بكثير. ودكتور إبراهيم أشار في نقطة أننا بحاجة إلى أن نقرر لماذا نرسل الطلاب إلى المدارس، ومرة أخرى هذا الشيء لا نتناظر بشأنه في كل مناطق، لكن في نهاية الأمر ما هو المغزى من التعليم؟ هل هو إيجاد هوية أم المواطن الصالح ومستوى معين من الانضمام والانتماء؟ وأيضا في تتعلق بتعليم الحكومة ووزارة التعليم والقيمة العالية، وما هي نوعية القيم التي يجب زرعها؟ بالنسبة لي السؤال الأكبر دائما هو أنه في كل وزارة من وزارات التعليم، كل وزارة تخرج أننا نريد من الطلاب أن يفكروا، لكن تفكير ناقد. لكن في رأيك هل هذا فعلا ما تريدونه؟ إذا درسنا التعليم الناقد سنخرج الجنية من قمقمة، وهذا يعني أنه من خلال بحثي، وهذا كان منذ وقت طويل، أنا كنت أجري مقابلة لمدرس رياضيات في مدرسة للطلاب الموهبين، وقال ما يكسر قلبي هو أن الطلاب في صفي ومدرسة التوجيهية الثانوية العامة قضيت 10 سنوات معهم أدرسهم التفكير الناقد والتفكير خارج الصندوق، وأن الرياضيات هي فن وليست علم، والأمر لا يتعلق ب كيفية الوصول إلى الحلول، نصل إلى الحل بالطريقة المثالية في النهاية، لكن ليس المهم كيف. ولكن في آخر سنتين نسيت كل ذلك وقلت لهم انسوا هذا التفكير الناقد، وهيا اجلس الآن واحفظوا بعض المعادلات، واحفظوا كيف أريدكم أن تحلوا هذا الشيء في الاختبار. وهذا يرجعنا مرة أخرى إلى أن هذا الأمر قد يصلح في عالم نعتقد فيه أن الناس يتعلمون الإجراءات العمل وليس أن يكونوا مبدعين، ولكن نريد أن نفكر بحق في ذلك الأمر. هل يجب أن ندرس التفكير الناقد؟ هل نريد أن ندرس أشياء مثل الإبداع، خاصة إذا لم يكن بإمكاننا أن نضع حدا لها، مع الأخذ في الاعتبار أننا الآن علينا أن نحدد ما نوع التعبيرات التي نود خلقها في مختلف المستويات. وهذا أيضا سؤالا يجب أن نقوم بطرحه. وأيضا فيما يتعلق بذلك الأمر، لماذا مثلا آباؤنا دافعوا لهذا الشيء؟ لا نريد هذا المجال، لكن هذا سيكون أسهل حل هذه المشكلة أو أقل تعقيدا. لأن أقوم بمداخلة، رأيت سؤالا في الأسئلة والأجوبة فيما يتعلق بكيفية تجهيز الطلاب للمستقبل، وهو متعلق بسؤال سابق فيما يتعلق به، هل الناس الذين ينتقدون اختبارات بيزا مثلا ينتقدون أنهم لا يقومون بعمل جيد فيها؟ ولكن أعتقد أن هذه الأمور متداخلة جدا، وأعتقد أنها كلها تجيب بعضها البعض. أعتقد أن بيزا
ومتعلقة بكلتا النقطتين اللتي ذكرتا سابقا وأشار إليها إبراهيم. أعتقد أن الفكرة هي أن اختبار البيزا سيقيس مهارات ضيقة جدا، وإذا أردنا أن يكون طلابنا مستعدون لمستقبل لا نعرفه ولسنا متأكدين من شكله، إذن علينا أن نوسع هذه المهارات. نعم، الرياضيات والعلوم مهمة للغاية، لكن إذا لم يتم تحقيق المهارات الرائعة والأساسية عند بداية التعليم، لن يبلو بلاء جيدا في اختبارات البيزا وغيرها لاحقا في مهارات الحساب والقراءة والكتابة. نريد أن نجهز الطلاب لأي شيء يواجههم في المستقبل، وأعتقد أنه من المهم جدا أن نعرف أن الاختبارات هي أداة واحدة من حقيبة متعددة الأدوات وليست الأداة الوحيدة. علينا أن نفكر فيها جيدا، أن يكون لدينا تعليم مصقول ومكتمل ومتكامل. وفي المملكة المتحدة أحب هنا الرعاية الرعوية، وهي أن يكون لدينا شخص ما في المدرسة مسؤول عن سلامة ورفاهية الطلاب، يعرف الصعوبات التي يمرون بها، التحديات التي يمرون بها، مستويات قلقهم، حالاتهم النفسية. هذا شيء مهم جدا، وهذا جزء من المنظومة، وأن يكون شيئا يجب أن نتعلمه لنعرف أننا لدينا دعم، ولكن في ذات الوقت نفهم أن الدعم شيء ضروري في كل السياقات التي نذهب إليها لكي نصل إلى هدفنا، ولا ألا يتم إلقاء الطلاب بمفردهم بلا أي دعم. التوقعات والأهداف النهائية والغايات وكل هذه الأشياء تكون متصلة، وهذه نقطة طبعا كما قلت من الصعب التعامل معها، لكن علينا أن نقوم بذلك من خلال منظومة متعددة الأطراف والجوانب لننظر إلى الأمر من مختلف الزوايا. نعم، هناك تعليق وسؤال في الأسئلة والأجوبة يتعلق بهل توجد بدائل لأنظمة الاختبار ونماذج الاختبار الدولية؟ وأعتقد أنك ربما تعتمدين على بعض هذه الجوانب، لا أعرف. إبراهيم، ما رأيك؟ معذرتنا السؤال مرة ثانية في الأسئلة والأجوبة. البعض هنا يسأل ويتحدث عن بدائل أنظمة أو نماذج الاختبارات الدولية. نعم، أعتقد أن هذه لا بأس مناسبة، ولكن رغم ذلك نحن نتعامل معها بشكل مفرط، وبيزا وتيمز تصبح الآن هدفا في حد ذاتها. علينا أن نزيد من مكانتنا وأن تصبح هي غاية في حد ذاتها وليست وسيلة، ونقوم بعمل التدريب للمعلمين، وهذا ضد طريقة التقييم الدولي. فالتقييم الدولي لا يتطلب تدريبا للطلاب الأطفال. أليس ذلك يجعل التقييم الدولي كشعار دولي، أننا إذا حققنا المزيد في هذا النوع من المدارس، هذا يعني أننا لدينا ولاء وإخلاص لدولتنا، هي ليست منافسة بهذه الطريقة. إذن البديل هو أن نأخذ هذه التقييمات الدولية كما هي، وأن تكون كمؤسس لهذه الحياة إذا كانت المكانة مثلا 15 أو 45 أو ما إلى ذلك. الأهم هو أن نقوم بالتعامل مع ذلك الأمر، ولذلك فكرة التقييم الدولي يتعلق بكل دورة من كل 4 أو 5 سنوات، يكون لدينا وقت للتأمل قبل أن ندخل الأمثلة الجديدة. فننظر إلى التقييم مثلا من عام 2019 نقوم بالتأمل فيه، ونحاول أن نطور طرقا بسبب هذه الأمور، وننظر إلى الأمور عن كثب. ولكن ما يحدث هو أننا نقوم بإصلاح النظام التعليمي الكامل كل سنتين لكي نستبدل أو نقوم بتحقيق مرتبة ودرجة أفضل في البيزا والتيمز. لذلك أعتقد أن البديل الجيد هو التركيز على أهدافنا ومعالجة هذه الاختبارات الدولية كما هي عليه كاختبار كما قلنا سابقا. إذن الآن هل لديكم أي شيء تضيفونه نافذ على ذلك؟ أعتقد أنه من خلال الوقت الذي قضيته في هذا المجال، وإشارة إلى نقطة إبراهيم، هنالك نقص في الفهم عن ما تقيسه هذه الاختبارات. على سبيل المثال، أطفالنا يقبلون بلاء ضعيفا في الرياضيات والبيزا، في اختبارات الرياضيات والبيزا أيضا في كلا الاختبارين. غالبية المدارس التعليمية تقول مثلا أنه يجب أن يكون لدينا محتوى أكثر في المنهج، وهذا يجعل الطلاب يبلون بلاء أسوأ، لأن الاختبارات عادة ما تقيس الفهم العميق. لكن هل تفهموا؟
هل تعرف هنا ما هي المكونات العضوية؟ وبدون هذا الفهم العميق أن طلابنا لن يبلوا بلاء أفضل، ولكن بالنسبة لنا لأن هذه الدائرة دائرة شريرة، أن طلاب يبلون بلاء سيئا فنضيف مادة إضافية فيصبح مستواهم أسوأ وهكذا. هذه ليست، وهؤلاء الذين لا يبلون بلاء جيدا في الاختبارات، ولكن أشار إبراهيم كذلك أننا ينقصنا الأدوات الإقليمية القياسية المعقولة لهذا الأمر. وأعتقد أنه سيكون من الرائع جدا أن نقارن البيانات بالضبط، والأمر لا يمكن هنا إلا بعد قطر أو فنلندا أو الكويت وشنغهاي، وبسبب أنه في ناحية الثقافة من المختلف جدا طبعا ذلك. وهذا يرجع أيضا إلى أمور مهمة، لأن هذا لماذا نقوم بذلك؟ هذا الأمر يعطينا معلومات جيدة، ونقول مثلا نحن لسنا رقم واحد عالميا، سواء كان ذلك ملائما للطلاب أم لا، أن يكون لديهم بعض القيم. للأسف نحن اقتربنا من نهاية الوقت بالفعل، فهنا هل لديك أي شيء تودين أن تضيفيه كتعليق ختامي؟ نعم، أجبت في الأسئلة والأجوبة، لكن كان هناك سؤال يتعلق بتجهيز الطلاب ليسهموا في الاقتصاد، وأعتقد أن هذا هو ضد ما نتحدث عنه من البداية. نعم، هذا جزء من الأمر أن نعدهم للاقتصاد المستقبلي، ولكن أعتقد أننا عندما نفكر في الطلاب والعملية التعليمية، وسبب أنني أشعر بغضب تجاه الطرق التي نصيغ فيها مفاهيم التعليم أننا نفكر في المخرجات وحدها، ونفكر أننا إذا لم يكن لدينا المهارات التي نريد أن يتحلوا بها ليذهبوا إلى وظائف معينة التي نحتاجها الآن، ونتعامل مع أنواع البطالة ونصلحها، لكننا لا نعود إلى النظام بشكل كامل وإلى الأسس بشكل كامل والغايات النهائية، وفيما يتعلق باكتمال أركان التعليم والتجارب والثقافات واللغات. واللغات شيء يجب أن نتحدث عنه، كان لدينا حوار سابق عن اللغات سابقا، نحتاج جلسة مفردة كاملة تتحدث عن اللغات فقط. أعتقد أن كل هذه الأمور تؤسس، وهي تأسيس فكرة عن ما يمكن للتعليم تحقيقه، ما نود أن نحققه من نظامنا التعليمي بشكل جماعي بمشاركة طلابنا ومعلمينا وإداريين وأولياء الأمور وكل الأطراف. هذا شيء مهم جدا، وترسيخ هذا الهدف النهائي والمواد والمناهج والأساليب للوصول إليه هذا شيء مهم جدا، وفهم أن هنالك طرق مختلفة للحصول على التغذية الراجعة. الأمر لا يتعلق فقط بالوظائف والاقتصاد، ولكن يتعلق كذلك بتحديد مفاهيم أنفسنا. هذه بعض الأفكار التي أردت أن أشاركها من هذا التعليق. شكرا لك هنا. إبراهيم، هل توجد أي أفكار ختامية؟ نعم، لدي تعليق على بعض النقاط التي ذكرت في الأسئلة والأجوبة عن أوجه القصور والحدود الاقتصادية والسياسية التي تعتبر معوقات في العالم العربي. أتفق معها تماما، وأعتقد أن نظامنا التعليمي يتأثر كثيرا بالجوانب بأوجه القصور والمحددات الثقافية والسياسية، لكي نطور أنظمتنا التعليمية فنحن بحاجة إلى البدء في التعامل مع هذه التقييدات من ناحية الجودة والثقافة والاقتصاد والاجتماع والسياسة. عندها أعتقد أن نظامنا التعليمي سيتحرر ويتطور من تلقاء نفسه من خلال مربين ومعلمين يعملون بجد، ونظام تعليمي لم يقم بذلك في الماضي بسبب هذه التقييدات التي تقيد من حريته. شكرا لك إبراهيم. نافذ، هل لديك أي تعليق؟ أعتقد النقطة تتعلق بالتصميم العكسي في الحصص أو الخطط الصفية، وأيضا نريد أن نعرف إلى أين يجب أن نتجه وأين نتجه إليه، وكما أشار إبراهيم مختلف العوائق التي تواجهنا في طريقنا. نعم، هذا شيء صعب، ولكن لا أعتقد أن أحدا يعتقد أن ذلك الأمر سهلا. الأمر صعب للغاية، وهي مشكلات صعبة للغاية، وإصلاح التعليم لن يستغرق مثلا أن هنالك مجموعة نقاط ونقوم بوضعها وتنفيذها، لا، ولكنها أشبه بنحلة أو فراشة تذهب للأعلى والأسفل ومسيرة ليست ثابتة. إذن أعتقد أن نتحدث الأمر بالإنجليزية، لكن أعتقد أن ازدواجية اللغة في اللغة العربية
الفصحى والعامية هي مشكلة كبيرة يجب أن نتحدث عنها وأن نواجهها في سياق الوطن العربي، لأنها تعتبر من إحدى المعوقات. وأيضا تشير هنا إلى نواحي مثل القرآن الكريم مقدس، لكن هل اللغة العربية مقدسة أم لا؟ نعم القرآن مقدس، لكن هل يعني ذلك أن اللغة العربية مقدسة أم لا؟ أعتقد أن هذه أشياء تحتاج إلى جلسات منفصلة لمناقشتها، وكذلك موضوع الثقافة والهوية. شكرا لك نافذ، وشكرا جزيلا لجميع المتحدثين لانضمامهم لنا اليوم ولمشاركتهم مرئياتهم حول هذا الموضوع الرائع. لا يوجد لدي أدنى شك أننا سيكون لدينا جلسات مستقبلية لبعض النقاط التي ناقشناها هنا اليوم. شكرا جزيلا، وشكرا للجميع على انضمامهم إلينا. نتطلع إلى الترحيب بكم في جلساتنا المستقبلية لفعاليات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، فيمكنكم التعرف على موعدها عبر منصتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا للجميع والسلام عليكم. شكرا لكم.